النجاح هو صبر. اتخرجت من كلية التجارة بمصر، بدأت في مجال المحاسبة، بعد كده دخلت مجال العقارات في اسكندرية، بعدها التحقت بشركة مقاولات بحرية تخدم الأوفشور والأويل أند جاز، ومنها انتقلت للإمارات هنا لفرعها موجود هنا في أبو ظبي، كان سنة 2009. استمريت لمدة 5 سنوات، وبعد كده طلعت وبدأت في بزنس خاص. تمام، بدأنا في 2015. والله ستيب اب دي عبارة عن، ممكن تقول إن هي وان ستوب شوب لكل المستثمرين اللي بيحبوا يجوا الإمارات ويفتحوا بزنس جديد هنا أو أفرع ليهم، يعني يا إما يكون شركة جديدة يا إما تكون فرع لشركة أجنبية خارج دولة الإمارات. بنقدم كل السيرفيسز، ما بيعملوش اي حاجه، احنا بنعمل كل حاجه من اول، يعني بالظبط كده احنا بنديهم المفتاح ويخشوا يشتغلوا، من اول التراخيص التجاريه، الموافقات الخارجيه لو كان النشاط بتاعهم بيتطلب اي موافقات خارجيه، اذا كانت مثلا في مجال الطب، في مجال الهندسه، في مجال اي مجال من المجالات، احنا بنتخلص لهم كل الموافقات الحكوميه اللي بتتطلب بالنسبه لشغلهم، رخصه تجاريه، وفيما بعد كمان احنا ممكن ان احنا نعمل لهم، نمسك لهم قسم التوظيف، لان طبعا في كوادر ومهارات هنا في الامارات عاليه جدا دلوقتي من كل الجنسيات، فكمان بنساعدهم ان هم كمان يوظفوا، في بعض محطات كمان اذا كان في ايدينا ان احنا نوصلهم لتنادي المناقصات نكبر بيها شغلهم بنساعدهم، بنساعدهم طبعا، بندلهم طبعا على في الاول اذا كان في اي بروجكتس جديده ان هم يعملوا ميرج معاها في حاجه ويتعاونوا مع بعض يكبروا كل الجهات البزنس بتاعها، اكيد برضو بنعملها. تعرف سوق الإمارات ما شاء الله سوق مفتوح، في المنافسة كبيرة جدا، فبداية دخولك لأي سوق منافس بيكون دي معظم تحدياتك وصعوباتك، تثبتي نفسك جنب الموجودين لحد ما تاخدي دورك وتبقي منافسة معاهم وماشية مواكبة نفس السيكونس اللي هم ماشيين عليه في السوق. طبعا كانت صعوبات كتير كبيرة، التحديات ان انا اجيب اول كلاينت عشان اقدر ابني فيدباك مع الكلاينتس اللي بعد كده، فطبعا بتبقى حاجه صعبه جدا ان الواحد يثق في حد ما عندوش كلاينتس او ما عندوش هيستوري في الماركت، فان انا اوصل لاول كلاينت دي كانت بالنسبه لي تحدي، من بعدها الحمد لله السيره الحسنه اللي اتبنت على اول بروجكت جابت لي الثاني والثالث والرابع والكثير، يعني الحمد لله. جنودنا عليهم فخر بسماها ليش عن فخر لنا دوم وأبد. طبعا أول شيء بيهمنا الكلاينت فيدباك، يعني العميل اللي بيجي للشركة لازم تنتهي العلاقة معاه أنه مبسوط من السيرفيسز اللي تقدمت له، ويكون على لينك وكونتاكت معنا، ودايما في فولوينج أب معهم. الماركتينج والتواجد ده شيء ضروري طبعا، الكواليتي، السيرفيس كواليتي. والله احنا كل يوم في قوانين جديده بتساعد وبتساهم كتير جدا في توفير وقت ومجهود للمستثمرين، خدمات الاونلاين، الخدمات حتى لو انت محتاجه اي استفسار دايركت من اي جهه حكوميه هم سريعين جدا في الرد على اي استفسار، الابديت اللي كل يوم بيحصل في القوانين اللي في مصلحه المستثمر طبعا شيء جميل جدا في كل القطاعات،
الإعفاءات من حاجات كتير جدا دلوقتي. في مثلا بيجي عيد الاتحاد بتلاقي إعفاءات من رسوم حكومية لتجديد رخصة أو حتى الإعفاء عن المخالفات عن عدم تجديد الرخصة التجارية. فهي بصراحة في كل يوم أبديت وفي مساعدات وفي مساهمات كتير جدا من الدولة في أنها تعزز المستثمر إذا كان أجنبي أو مواطن. منازلها إلا محب زايد أسسها واليوثن وراها داروا على الدانات سبع أبد إلا دار زايد لا تقرب حماها لا تقرب منازلها. سوق الإمارات سوق مفتوح وما شاء الله فيه تولز كتير موجودة بتساعد المستثمرين والمقيمين والمواطنين لفتح مجالات استثمارية جيدة، منافسة، التولز الموجودة والإمكانيات والخدمات الأونلاين اللي بقت موجودة في كل المؤسسات والقطاعات سهلت أمور كتير، وقت، جهد. الفترة الأخيرة حتى لاحظنا أن في حاجات كتير الدولة بتدعمها مقدمها كإعفاء بعض الرسوم، تسهيل أمور معينة في المعاملات في الخدمات نفسها، سرعة الخدمة بتلاقي الريزولتس على طول طلع. دي حاجات كتير يعني سهلت كتير على رجال أعمال ومستثمرين والبزنس في السوق. التطوير اللي أنا أو الخطة اللي أنا حطاها إن أنا لازم أنتشر أكتر من كده، مش بس يكون في مجال، مش بس أبوظبي، في محيط أبوظبي تكون في الإمارات كلها. الخطة طبعاً لازم أكون منفردة، أقدم السيرفيس بتاعتي على أعلى مستوى، فبالتالي أكيد هكبر أكتر كل ما أحافظ على مستوى السيرفيسز اللي بتقدم للكلاينت أو للمستثمر اللي جاي يفتح بزنس في الإمارات. فأكيد دي الخطة أن أنا أكون أحافظ وأطور كمان من نفسي ومن الخدمات وأواكب القوانين اللي كل يوم بتنزل، لازم أكون أبديتد بيها لأن هي كل يوم في حاجات كتير جديدة بتنزل وقوانين بتطلع بتساهم يعني في مساعدة المستثمرين. فأنا لازم أكون أبديتد دايما بالرولز الجديدة اللي بتنزل. تحت رايته العز ومن وهد أمن ذراها أبو خالد. إحنا الرؤية المستقبلية إن إحنا بنحاول نفتح أفرع تانية، الدخول يعني إحنا متواجدين في أبو ظبي، في بلانينج عندنا دخول سوق دبي بما ان اكسبو في 2020 ان شاء الله. شركة القيصر بتقدم خدمات تصميم وتنفيذ لقطاعات كتيرة في السوق، منها قطاع تجاري وقطاع السكني، في قطاع البيوت الخاصة كفيلل والقصور، المقاولات. احنا قدمنا اسعار منافسة جدا في السوق. السيرفيس اللي بنقدمها بعد العلاقة مع الكلاينت، بعد ما بنقدم السيرفيس، التوقيت او تنفيذ المشاريع الحمد لله بننفذ في اوقات اقل من اللي بتكون متوقعة او المحطوطة في الدراسة بتاعت المشروع. تواصلنا مع العملاء بعد حتى انتهاء المشروع والكيبين تاتش معهم. السيرفيس كان في مشاريع عملناها قصور لبعض شيوخ دولة الإمارات، وفي بعض مشاريع تجارية كانت كوفي شوب ومراكز أعمال حكومية. أبرز المشاريع بتاعة ستيب أب، إحنا اتعاملنا في قطاعات كتير، منها قطاع الطب والقطاع الأغذية، قطاعات الديكورات كمان.
الشعوب لها نبدا. اكتر شخص ساعدني في حياتي المهنيه زوجتي، ان هي شريكتي في حياتي وشريكتي في البيزنس كمان. الشباب اولا تحطوا هدف، بلان، انتوا عايزين تعملوا ايه، شايف نفسك في اي كارير، ابتدي حط البلان بتاعتك ووصل له، وصل لهدفك، لان الامارات بتساعد جدا الناس اللي او الشباب اللي بتحط هدف بتوصل له وبتتعب ليه بتوصل. رسالتي الى الشباب، ما حدش ييأس تماما، النجاح موجود، دور عليه، موجود، لازم هتلاقيه. رسالتي بنشكر حكام دولة الإمارات على دعمهم المستمر والخطى الموجودة في الدولة. طبعا بنشكرهم جزيل الشكر على احتواء كل الجنسيات في بلد مليء بالأمان والسلام والتسامح. بنشكرهم على دعمهم لكل الشباب وكل القطاعات المستثمرين وقطاعات الاستثمار اللي في الإمارات وفي أبوظبي. بنشكرهم، نتمنى لهم يا رب الصحة والعافية.